أهلا بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. إحالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للجنايات بتهمة سب وقتل وزير العدل. مصرع إرهابي وضبط آخر بالإسماعيلية وبحوزتهما ثلاثة قنابل ووصلات للتفجير. عبد المنعم أبو الفتوح رسميا يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين للتفاصيل، قررت نيابة الاستئناف إحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة بتهمة سب وقصف المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، حيث ادعى جنينة قيام الوزير بارتكاب مخالفات مالية وذلك خلال تصريحاته لوسائل الإعلام. قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن جناح الإخوان العسكري ببني سويف وراء استهداف كمين صفت الذي أسفر عن استشهاد خمس من رجال الشرطة. قال عبد اللطيف خلال بيان رسمي إن المعلومات أشارت إلى صدور تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي لعضو المكتب الإداري بمحافظة بني سويف عبد العليم عبد الله محمد، طلبوا بتكوين جناح عسكري للتنظيم بالمحافظة يستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية وأفرادها، حيث قام بدوره بالتنسيق مع قيادة التنظيم خالد عمر عبد الواحد عبد الرحيم. كما أضاف أيضا اللواء هاني عبد اللطيف أنه بناء على إذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس وبحوزتهم سلاح آلي وعليه علم حركة حماس و91 ألف جنيه وعدد من أجهزة اللابتوب تتضمن بعض الإصدارات التكفيرية. طريق العمل عن كشف غموض الحادث الإرهابي الذي استهدف قوة الكمين الأمني بمنطقة صفت الشرقية بمحافظة بني سويف والذي أسفر عن استشهاد خمسة من رجال الشرطة. أنا اسمي محمد ممدوح علي أحمد القاضي من محافظة بني سويف، مواليد 6/9/1991، كنت عايش في السعودية فترة وبعدين جيت مصر. أنا أسرتي إخوانية، والدي من الإخوان. قصتي ابتدت مع الإخوان من يوم 3/7 لما نزلت رابعة العربية، وعشان الأيادي الشرعية وكده كنت نازل لموسى حرفية واحمد عيد اصحابي، تعرفت هناك على سيد اوراني وعلى حد اسمه محمود فتحي وعلى حد تاني اسمه احمد سعيد وعلى ناس كتير من المحافظات التانية. بدات انزل المسيرات بعد ما قعدت في البيت حوالي 4 أيام بعد الفض. انا وموسى حرفية واحمد عيد تعرفنا على خالد عمر عرفنا ان هو مسؤول تامين المسيرات. بعد كده خالد عمر لما قعدنا معاه قال لي اتصل بسيد اوراني، فاتصلت بسيد اوراني اللي هو كان معانا في رابعه وجالي وقعدنا سلمنا بعد كده لعبد الرحمن سلامه. عبد الرحمن سلامه ده قال لنا احنا هنعمل عمليات نوعيه وهيبقى عندنا قائمه هنخلص منها هنعرف كل حاجه في وقتها، وقال لنا ان لو في حد فيكم بيعرف يتعامل مع السلاح، فقلنا له لا، فقال انا هعلمكم وعلمنا على الطبنجات وعلى الالي ازاي نفكه ونركبه. طول الفتره اللي احنا مع عبد الرحمن كان بيجي لي تليفون من واحد اسمه الدكتور عبد العليم طلبه، احنا عرفنا بعد كده ان هو مسؤول اخواني يعني وهو اللي بينزل عبد الرحمن التعليمات، وعرفنا بعد كده ان في مجاميع غيرنا منهم مجموعه بتاعت عمر برضه كان بيكلم عبد الرحمن كتير، واللي عرفناه برضه من التليفونات بتاع عبد الرحمن وهو بيتكلم قدامنا ان عمر ده بيستهدف عربيات الشرطه. لن يفلت مجرم من العقاب، ولن ينجو قاتل من القصاص، لن تغفل عيوننا عن ملاحقة كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن هذا البلد أو يهدد أمانه أو يروع المواطنين فيه. نعد شعبنا العظيم ببذل الروح والدم لتأمين الوطن بسلاح القانون. قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط منطقة مزارع جمعية العاشر دائرة مركز شرطة الإسماعيلية وذلك لملاحقة بعض العناصر الإرهابية ظهر اليوم، اشتبهت القوات في شخصين يستقلان دراجة بخارية لاذا بالفرار فور مشاهدتهما لقوات الشرطة، وبمطاردتهما تخليا عن الدراجة وهدد أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف يرتديه، فيما تعاملت معه القوات مما أدى إلى مصرع وتمكنت من إبطال مفعول الحزام الناسف. وأضاف المصدر في بيان رسمي أن القوات تمكنت من ضبط ثلاثة قنابل يدوية وعدد من المتفجرات وثلاث بطاريات داخل حقيبة بحوزته.
المحكمة تمكنت قوات الأمن من ضبط الآخر ويدعى هاني إبراهيم أحمد هارب من منطقة العريش بشمال سيناء. قال المشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إن مصر بشعبها وجيشها قادر على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب، مؤكدا أن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب. أي لينا وإخوات لينا وأبناء لي أنا كانوا موجودين دلوقتي أسرهم موجودة، عشان إحنا مش هنقدر نكرمهم بالمناسبة ولا هنقدر نعوض عليهم حاجة، لا بالفلوس ولا بالأوسمة، لكن إحنا عزقنا إن هم يكونوا عند ربنا مرضعا. لكن إحنا لما بنجيب أب أو أم أو ابن إحنا بنجيبه عشان نقوله إن إحنا حاسين بيك وإحنا معاك، بنقوله ربنا يعوض عليك، ومش يعوض عليك أنت بس ويعوض علينا إحنا كمان، لأن أي جندي وصف ضابط وضابط بيسقط مننا ده أمر بالنسبة لنا كلنا أفتكر، وبالنسبة لنا شخصيا يعني الحقيقة العزاء الوحيد اللي ممكن الواحد يعني يقبله إنه يا رب يقبلهم دائما شهداء عنده. لا يمكن أبدا حد ينال منكم وانتم كتلة واحدة إيد واحدة يقظين جاهزين مستعدين. الاستعداد يعني تدريب، تدريب حقيقي واستعداد حقيقي. عايز مستوى اللياقة بتاعتي يبقى دايما مرتفع، لا يمكن أبدا. ربنا سبحانه وتعالى بكل عظمته وكل حكمته وكل حنيته على خلقه يكون ده السبيل لنشر دينه. الحالة المصرية بتواجه تحديات لم يسبق أن واجهتها مصر في العصر الحديث في 200 سنة اللي فاتوا. معقول؟ أيوة، تحديات ضخمة جدا في كل المجالات. مشاهدينا، بينضم لنا على الهاتف الأستاذ مجدي الجلاد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن. أستاذ مجدي، برحب بحضرتك معنا في الحياة الآن. أستاذ مجدي، يعني مباشرة كيف تقرأ الكلمة التي ألقاها المشير عبد الفتاح السيسي، وأيضا كيف تقرأ ترشحات وعدم ترشح بعض المرشحين التقليديين لرئاسة الجمهورية زي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ حمدين صباحي؟ تفضل. أعتقد أنه كلمة المشير عبد الفتاح السيسي اليوم تأتي في نفس السياق الذي يؤكد عليه دائما، فكرة أنه إنقاذ الوطن والوصول به إلى بر الأمان هو الأساس في هذه المسألة، وأن القوات المسلحة دائما خطاب موجه لأبنائهم من القوات المسلحة بأنه المهمة وطنية جدا ومهمتهم اللي بيعملوها سامية في مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف وغيره. وبعتقد أنه الفريق المشير السيسي خلال ساعات أو أيام سيعلن ترشح للرئاسة، لأنه واضح أن خطابه في رأي حضرتك إمتى أستاذ مجدي؟ إمتى هو الوقت المناسب لإعلان المشير السيسي ترشحه؟ أعتقد أن احنا في خلال هذا الأسبوع، أعتقد أنه ده لازم يكون في خلال هذا الأسبوع. المعلومات المتواترة لدينا بتؤكد أنه هو خلال يمكن يوم الثلاث أو قبل نهاية الأسبوع هيكون المشير السيسي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة. بعض الناس بتقول 11 فبراير ذكرى تنحي الرئيس الأسبق مبارك، الكلام ده صح؟ بعض الاجتهادات الصحفية أشارت إلى ذلك، وفي مصادر مقربة من المشير السيسي قالت إن هي يوم الثلاثاء، عشان كده بقول لحضرتك 11 فبراير، لكن بعتقد إن ده متوقف على فكرة الكونسبت أو المفهوم. هل ده خيار المشير السيسي؟ هل هيكون سحر للرئاسة مرفق بخطاب يتحدث فيه عن مكتسبات ثورتين مجدتين في تاريخ مصر 25 يناير 2011 و30/6/2013؟ أعتقد أنه لو المشير السيسي ركز في حملته الانتخابية
ودعيته للترشح للرئاسة على فكرة حماية ثورتين من نظام سابق، دي مهمة جدا في التاريخ، من نظام أسبق البعض لديه مخاوف من أن يعود هو نظام مبارك أو نظام سابق هو نظام الإخوان، البعض أيضا بكثيرين جدا بيخافوا أنه يرجع. أعتقد أنه هيكون 11 فبراير تاريخ مناسب بالنسبة له، هو تاريخ تنحي الرئيس الأسبق مبارك سنة 2011. تمام، بأي حال من الأحوال ما نقدرش أن احنا نفصل ما قاله المشير عبد الفتاح السيسي وكل التكهنات التي تشير إلى قرب إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية عن موقف الدكتور أبو الفتوح من عدم الترشح وإعلانه رسميا بذلك، وأيضا موقف الأستاذ حمدين صباحي من إعلانه الترشح بشكل شخصي كما ورد على لسانه. أعتقد أنه احنا قدام تطورين مهمين جدا لهم سياق سياسي أيضا. الأستاذ حمدين صباحي في إعلانه أمس استجابته لرغبات الشباب وأصوات اللي ناديته امبارح بالترشح بشكل شخصي، أعتقد أنه أنا بقرأ ده بشكل إيجابي، يعني لأنه من الصعب جدا ومن أعتقد أنه من الضار بالتجربة الديمقراطية وخريطة المستقبل ومكانة مصر في العالم أن تكون الانتخابات بين السيسي والذي ينافس السيسي. هذا صعب جدا علينا تقبله جميعا، لأنه وجود مرشح واحد قوي سيقترب بالانتخابات من منطقة المبايعة والتزكية، وده لا يتناسب مع المرحلة الانتقالية. وبالتالي حمدين صباحي إعلانه أمس بالترشح أعتقد أنه ترهان صعب، ولكن خلينا نقول أن الانتخابات الرئاسية والأجواء اللي حصلت في مصر من 3 سنوات بتقول أنه حمدين صباحي ربما يكون رقما في الانتخابات، وأنه هو يكون منافس حقيقي ويضيف للانتخابات. أنا شايف أنها خطوة إيجابية جدا، وأنا أحيي حمدين صباحي عليها. حتى لو لم ينجح حمدين صباحي فسوف يحفظ للتجربة الديمقراطية نضاجتها ونزاهتها. ده فيما يتعلق بالأستاذ حمدين. فيما يتعلق بالدكتور أبو الفتوح، حسابات الدكتور عبد المنعم الفتوح دائما مختلفة عن حمدين صباحي ورموز الوطنية والسياسية الأخرى. عبد المنعم الفتوح لديه مشكلة أساسية أنه لم يحدد حتى الآن ولن يستطيع أن يحدد هويته، هل هو إخواني بقناع آخر أو بوجه آخر، أم أنه يحمل فكرا آخر ينتمي للتيار الإسلامي السياسي. أعتقد أن مشكلة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حتى الآن أنه لم يستطع إقناع أحد، هل هو إخواني أم هو ذو منهج فكري مختلف وعقائدي. فأعتقد أنه الدكتور عبد المنعم الفتوح بيفكر بشكل براجماتي أكثر من حمدين صباحي، وأعتقد أيضا أنه لديه قيود كثيرة جدا في مسألة الترشح تحرر منها حمدين صباحي ورموز سياسية أخرى كثيرة. عبد المنعم الفتوح لا يزال حتى الآن أسير الفكرة الإخوانية، وبالتالي كل حسابات الإخوان تنطبق عليه الآن. أعتقد أنه في نعم. المنطقي والتفكير المنطقي إعلان عدم الترشح للانتخابات الرئاسية هو إعلان اضطراري، لأنه يعرف أنه في مأزق حقيقي. تيار الإسلام السياسي من وجهة نظرك لو أعطى صوته يدي صوته لمين؟ أنا بعتقد أنه كثير من التيار الإسلامي السياسي، ودعني أقول لك ذلك وربما يكون صادم بتحليلي الشخصي، أن فصيل التيار الإسلامي السياسي الكبير من الثلاثين سيعطي المشير عبد الفتاح السيسي. نعم، مش المرشح اللي ضد المشير السيسي. المرشح لا. وربما الإخوان، بعض الإخوان الذين سيدون بأصواتهم يعطون السيسي، وهتستغرب أن أنا بقول لك الكلام ده، لكن بعتقد أن منهج الإخوان في التفكير التآمري يخليهم يدوا المشير عبد الفتاح السيسي لكي يؤكدوا للعالم كله أننا بضد انقلاب وغيره والكلام ده. لكن أنا بعتقد أنه معظم الإخوان سيمتنعوا عن التصويت أو سيتحدثون عن مقاطعة، ولكنهم لن يعطوا لحمدين صباحي. حمدين صباحي الرقم الذي سيراهن عليه هو رقم كبير ورقم أصغر. الرقم الكبير هو الشباب، جيل الشباب. تمام. اللي هو أقرب ليهم واللي بيخاطبهم بطريقتهم. وجيل الشباب متمرد أساسا على القوالب الجاهزة والرموز اللي بتنتمي للنظام، وبعتقد أن المشير السيسي من هذه النوعية. التيار الثاني اللي هيعتمد عليه حمدين صباحي هو التيار السائر، شباب الثوار والثوار بطبيعتهم سيمنحون أصواتهم لحمدين صباحي. إذا كانت المنافسة فقط ولم نعرف حتى الآن ستكون أم لا،
اذا كانت المنافسه فقط بين المسير السيسي والاستاذ حمدين صباحي بعتقد انها ستكون معركه حقيقيه، وان حمدين صباحي سيفاجئ الجميع، وده مش معناه ان انا معاه او ضد، انا بعتقد ان حمدين صباحي في هذه الاجواء سيفاجئ الجميع بارقام مهمه جدا، حتى لو لم يفز ربما يعيد في الانتخابات امام المسير السيسي. مفهوم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الاستاذ مجدي جلاد رئيس تحرير جريده الوطن، شكرا على هذه الرؤيه التحليليه من وجهه نظر حضرتك. مستكملين مع حضراتكم اخبارنا، قال الفريق صدقي صبحي رئيس اركان القوات المسلحه المصريه ان القوات المسلحه وقفت كعهدها الى جانب الشعب ومطالبه المشروعه التي خرج من اجلها في ثوره 30 يونيو، مشيرا الى ان الجيش عينه دائما على ما يدور في الدوله، واذا احتاجه الشعب سيكون بجانبه في الشارع. وأضاف صبحي خلال زيارته لدولة الإمارات لدعم العلاقات بين البلدين أن الفعل الثوري الذي أسقط نظام مبارك في 25 يناير هو نفس الفعل الثوري الذي أسقط مرسي والإخوان وحكم المرشد في 30 يونيو، مؤكدا أن الجيش في كلتا الثورتين كان إلى جانب الشعب المصري. وأكد الفريق صدقي صبحي أن القوات المسلحة لا تنتمي لأي فصيل من الفصائل ولا تمارس السياسة، وأنها أنقذت الأمة المصرية من حرب أهلية طاحنة كان معدل لها سلفا من قبل قوى داخلية وإقليمية وعالمية. قالت مصادر عسكرية إن الفترة المقبلة ستشهد مناورات حربية مشتركة بين الجيش المصري ونظيره الإماراتي، وخاصة مناورات بحرية بين الدولتين. وأكدت المصادر أن رئيس الأركان المصري الفريق صدقي صبحي والذي يزور الإمارات حاليا قام بوضع الخطوات والخطوط العريضة لتفعيل التعاون العسكري بشكل أكبر مع الإمارات، والتي تشمل تبادل للبعثات والخبرات العسكرية والتخطيط لإنشاء قاعدة صناعية مشتركة لتصنيع السلاح. أكدت مصادر عسكرية مسؤولة أن قوات الجيش واصلت اليوم ضربها للبؤر الإجرامية في شمال سيناء، وتمكنت من قتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 6 عناصر أخرى بعد مداهمة 8 بؤر إرهابية في الشيخ زويد ورفح والعريش. قالت المصادر أن الجيش تمكن أيضا من حرق 12 منزل للإرهابيين، علاوة على تدمير مخزن للأسلحة وهدم نفقين رابطين بين غزة ورفح. قال المستشار عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية إن رئاسة الجمهورية ستبدأ غدا دراسة المقترحات على المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستجابة للمقترحات التي تتوافق مع الدستور والقانون، ثم يتم إرسال المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة خلال أيام. وأضاف عوض إن قسم التشريع بمجلس الدولة سيراجع القانون شاملا المقترحات التي سيتم الأخذ بها بعد موافقتها للدستور والقانون، ثم يرسلها مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصدار القانون قبل يوم 17 من شهر فبراير الجاري. كانت رئاسة الجمهورية انتهت من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005. قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن تشبيه القادة بالأنبياء والرسل لا يجوز شرعا، وأهاب شيخ الأزهر خلال بيان له بالمنتسبين إلى العلم والفقه عدم الاسترسال في هذا المجال الذي يمس نزاهة العلم والعلماء. قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد إن المكاتب التنفيذية والإدارية للحركة بالمحافظات قررت تجنيد عضوية محمد عبد العزيز وحسن شاهين لإعلانهم دعم حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية بالمخالفة لما اتفقت عليه الحركة مؤخرا بدعم المشير السيسي حال ترشحه. وأكد بدر خلال تصريحاته للحياة الآن دعوته لعقد جمعية عمومية غدا الاثنين لبحث موقف محمد عبد العزيز وحسن شاهين النهائي. أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية عدم مشاركته في سباق انتخابات الرئاسة المقبلة. قال أبو الفتوح خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد إن ما يجري في مصر مسرحية هزلية، وشدد على أن الاستقرار لن يتم إلا في جو ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق الإنسان والمواطنة على حد وصفه. دولتنا كلنا، مؤسساتها، ممتلكاتها، سياراتها، أمنها، جيشها، شرطتها، كل ده بتاعنا، نحن ندافع وننافح عنه ونرفض أي مساس به، منشآتها، اقتصادها،
أمنها، استقرارها، علاقاتها، كل هذا ملك لنا جميعا، نحافظ عليه ولا نسمح لأي طرف كائنا من كان، سواء كان في السلطة أو كان في خارج السلطة، للمساس بالدولة ومؤسساتها. أما النظام، هناك ناس لا تفرق بين رفضها للنظام ونضالها من أجل إسقاط النظام حينما يكون قمعيا، وحينما لا يكون معبرا عن الوطن ولا عن الشعب، وحينما لا يكون محترما للحريات وحقوق الإنسان، وبين الموقف من الدولة. دولة احنا عارصين عليه، عارصين على مؤسساتها تستمر وتقوى. احنا نتمنى ان نعود لمسار ديمقراطي حقيقي، نتمنى ان خارطة الطريق التي طلبنا انها تعرض على الشعب المصري حتى تكتسب مشروعية ولم تعرض، ومع ذلك نتمنى ان يكون ان تنفذ تنفيذا امينا وحقيقيا، وليس في مسرحة هزلية نسميها المسار الديمقراطي، لان احنا مصر لن تتقدم الا بالتنمية، والتنمية لن تكون الا بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان. اي محاولة لعلاج الانهيار الاقتصادي اللي احنا فيه في غياب الاستقرار الذي لن يكون الا بالحرية والديمقراطية لن تتم. نحن الوضع الاقتصادي بتاعنا سواء بكل تفريعاته، المشكلة المائية، المشكلة الاقتصادية، كل ده لن يكون الا في جو في استقرار، والاستقرار لن يكون الا بشعب قام بثورته في 25 يناير وبموجة جديدة في 30 يونيو لتصحيح المسار، لن يتم إلا في جو يحترم حقوق الإنسان وجو ديمقراطي حقيقي وجو يحترم المواطنة والمواطن المصري بحق. أعلنت وزارة الصحة والسكان إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية منذ ديسمبر H1N1 وحتى الآن بلغت 318 حالة إصابة و38 حالة وفاة. قالت الوزارة في بيان لها اليوم إن جميع الحالات التي يتم تشخيصها يتم تحليل عيناتها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وأيضا بالمعامل المرجعية لمنظمة الصحة العالمية، و80% من حالات الوفاة المسجلة كانت لمصابين يحملون عاملا أو أكثر من عوامل الخطورة. وأشارت الوزارة على ضرورة توخي الحذر من قبل الفئات عالية الخطورة والتي تشمل الحوامل وكبار السن والأطفال أقل من سنتين ومرضى الأمراض التنفسية والجهاز الدوري وأصحاب السمنة المفرطة، وأيضا ارتفاع نسبة السكر في الدم، أن يتوجهوا جميعا للكشف الطبي فور شعورهم بأعراض الأنفلونزا والتي تشمل ارتفاع درجة حرارة التهاب درجة الحرارة والتهاب الحلق والرشح والسعال. نفى الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ما تردد عن تقدم الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة باستقالتها من منصبها رسميا، وأوضح سمير إن ما نشر عن موضوع الاستقالة غير صحيح، وأن البيان الذي أصدرته مينا نشر على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فقط ولم تتقدم باستقالة رسمية إلى مجلس نقابة الأطباء. وأكد أمين صندوق النقابة إن الدكتورة منى مينا تتعرض لضغوط شديدة إلا أنها ستستمر في منصبها. قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة المنعقد بدار الحكمة بدء اعتصام مفتوح من اليوم، وذلك احتجاجا على التصديق على قانون العاملين بالمهن الطبية بشكله الحالي والذي أهدر كل حقوق الصيادلة الحكوميين على حد قولهم، وكذلك اعتراضا على استمرار الأدوية المنتهية الصلاحية ورفض الشركات قبول المرتجعات. 65% عندنا 63 ألف صيدلية في مصر، 63 ألف صيدلية في مصر، متوسط فتح ساعات العمل للصيدلية يزيد عن 12 ساعة. لما تضرب حضرتك 63 ألف صيدلية في 12 ساعة، أي أننا نخدم هذا المجتمع ليل نهار باقتصاديات بالغة الصعوبة. كل مدخلات العمل الصيدلي في الصيدلية بتزيد وربح الصيدلي لا يزيد، لكن يوصل الأمر إنه الصيدلي الحكومي في المستشفى ياخد الكادر يتحط له في الدرجة الثالثة. أنا بخاطب الصحفيين والإعلاميين، المستشفى إذا دخلها 10 عيانين، مستشفى أحمد ماهر، مستشفى المنيرة، مستشفى القصر العيني، إذا دخلها 1000 عيان،
من الذي يضع يده في العيان؟ ثلاثة: الممرضة والطبيب والصيدلي. هذا المثلث لا يمكن يغيب أحد أطرافه على الإطلاق. تمكن خبراء المفرقعات بمديرية أمن بورسعيد صباح اليوم من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع زرعت في المدخل الرئيسي لمحكمة بورسعيد الابتدائية بجوار مركز المعلومات والحاسب الآلي. كان عمال المحكمة قد اشتبهوا في وجود كيس أسود فقاموا باستدعاء خبراء المفرقعات والحماية المدنية وتمكنوا من إبطال مفعول العبوة الناسفة وتفككها، وقامت قوات الأمن بتمشيط باقي أدوار ومكاتب المحكمة للتأكد من خلوها من أي عبوات أخرى. قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة 38 متهما إخوانيا بشبرا الخيمة لمحكمة الجنايات دائرة الإرهاب لاتهامهم بمحاولة تفجير محطتي مترو الأنفاق شبرا الخيمة وكلية الزراعة خلال مظاهرة قام بها تنظيم الإخوان بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العام الماضي. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد عثرت على 54 قنبلة بدائية الصنع بحوزة المتهمين، ونسبت لهم النيابة تهم إتلاف وتخريب وتعطيل المرافق العامة والانضمام لجماعة محظورة هدفها تعطيل مؤسسات الدولة ومقاومة سلطات وإحراز أسلحة نارية. قام مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة بإعداد قائمة بأسماء قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين الهاربين خارج البلاد والواردة أسماؤهم بقرار الإحالة في قضية إدارة غرفة عمليات رابعة، وذلك لإخطار الإنتربول الدولي بوضع أسمائهم على قوائم المطلوبين. يعد من أبرز المتهمين الهاربين من تلك القضية هم الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، المتهم الثاني والمتهم التاسع الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى المنحل. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم تأجيل قضية محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وعمر زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل لاتهامين باحتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحية لجلسة 8 مارس لإطلاعهم مع استمرار حبسهم. قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عصام سلطان نائب رئيس تحرير حزب الوسط والدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق في واقعة اتهامين بإهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 8 مارس للإطلاع على أوراق القضية. تستأنف محكمة جنح الجمالية ثالث جلسات محاكمة 12 طالب من المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها جامعة الأزهر. كانت نيابة حوادث غرب القاهرة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح لتورطهم في أحداث العنف التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة. نسبت لهم تهم التظاهر دون إذن مطبق والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة ومحاولة منع الامتحانات والانضمام لجماعة إرهابية. أشكركم مشاهدين على متابعتكم لهذه الجولة الإخبارية التي تأتيكم من الحياة الآن على الحياة 2. تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.